السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم فيديو جديد، الفيديو بتاع جولة في المطبخ. طلب مني كذا مرة في الكومنتات، فده الفيديو بتاع الجولة. حطي لي لايك للفيديو ده واعملي سبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ كده. انا بس حابة اكلمكم في حاجة الاول قبل ما ابدأ الجولة في المطبخ. حابة اكلمكم عن سيراميك المطبخ، تمام؟ بما اننا بنعمل جولة في المطبخ يعني، فالبنات اللي لسه بتجهز وبتختار السيراميك بتاع المطبخ بتاعها، حاولي بقدر الامكان تجيبي سيراميك المطبخ عندك فاتح، الابيضات والبيجات الحاجات الفاتحه الساده دي بتبقى حلوه جدا في ديكور المطبخ، بتطلع معاكي شكلها جميل. انا كنت مختاره سيراميك مطبخ غير ده، تمام؟ معلش بقى، سامحوني لو هطول عليكم في الكلام في موضوع السيراميك ده، بس برضو لازم ايه تاخدي بالك من الحاجه اللي انا هقولك عليها دي. انا رحت وانا بستلم السيراميك، رحنا عادي، كنا بنستلم السيراميك عادي، فبالصدفة كده بفتح الديكور بتاع المطبخ، السيراميك المطبخ التاني اللي انا مختاراه، لقيت فيه كده كسر في السيراميك وحاجات غريبة، وانا مختارة السيراميك بتاعي فرز اول، تمام؟ فرجعت الاذن بتاع الصرف، فقال لي لا ده فرز تالت، قلت له لا انا متفقة على فرز اول. المهم يعني رحت تاني على الحسابات والكلام ده، قال لي ان هم غيروا الفرز لان الكميه ما كانتش الكميه يعني بتاعتها ما كانتش موفيه السيراميك عندي المساحه، فهم غيروا الفرز منهم لنفسهم وعملوا ده في العقد من غير ما يرجعوا لي اصلا ولا يعرفوني وانا بستلم. لو ما كنتش انا اكتشفت ده ما كنتش هعرف، تمام؟ فانا عايزاكي تاخدي بالك من الحته دي، ولو انتي لسه بتختاري السيراميك اتاكدي طبعا. على فكره المكان اللي انا كنت جايبه منه مكان كبير جدا ومكان معروف، طبعا انا مش هذكر اسمه، بس هو المكان معروف يعني، ومش ما روحتش جبت من اي مكان يعني. فبقولك ان هي بتحصل كتير جدا، تمام؟ ان انا كنت مختاره الفرز وغيروا لي الفرز فرز تاني. طبعا انا ما قدرتش ان انا يعني اتقبل حاجه زي كده، فغيرت اصلا المطبخ كله. قال لي ان لسه في المطبخ ده جاي جديد، اللي هم الشكل ده كده، ده الشكل اللي انا كنت مختاراه. برضو هكلمكم على اللي حصل معايا في المطبخ ده. ده كده الشكل اللي انا كنت مختاراه، اللي هو كان لسه جاي جديد. طبعا انا ما كنتش مختاراه ولا حاجه، انا كنت محطوطه قدام الامر الواقع ومجبره ان انا اغير المطبخ علشان الفرز، تمام؟ المهم يعني استلمت السيراميك على اساس الشكل ده، اللي هو ده كده وده، دي بلاطه الديكور اللي انا كنت مختاراها ودي، تمام؟ وخلاص السيراميك كله كان جاهز ما عدا سيراميك المطبخ اللي انا اخترته ده، كان بيجهز وبناء عليه الطلبيه بتاعت السيراميك كانت هتوصل. ده اليوم اللي انا كنت بستلم فيه. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم، اللي وصل لي السيراميك ده كده زي ما انتم شايفين، في بلاطه الديكور اللي انا مختاراها دي واحده بس، دي نفس بلاطه الديكور اللي انا مختاراها، هي دي، ماشي؟ وباقي بلاط الديكور كله وصلني الشكل ده، اللي هو انا ما اخترتوش اصلا، ما اعرفش هما حطوه بناء على ايه، والراجل ركب على اساس السيراميك اللي هي بتاعت الديكور دي. هو طبعا المفروض كان من نفسه كان شايف ان السيراميكا دي مختلفة عن باقي السيراميك، كان يستبعدها، بس هو يا عيني ما كانش شايف وهو بيركب، فركبها عادي مع باقي اللي هو سيراميك الديكور. انا بكلمك ليه في السيراميك؟ علشان تاخدي بالك وانتي بتستلمي السيراميك بتاعك، تاخدي بالك من الفرش، تاخدي بالك من الديكور، تاخدي بالك من الالوان اللي انتي مختاراها، لان هما بيبقوا بيحطوا اي حاجه وخلاص. تقدري تروحي تبدلي، بس طبعا بيبقى مشوار عليكي ويعمل لك اذن صرف واسترجاع ومش عارفه ايه وحاجات، وفي الاخر بتبقي انتي بقى محطوطه قدام الامر الواقع زي كده. انا ما كنتش خدت بالي بقى من ان السيراميكا اصلا متغيره بتاعت الديكور غير لما الراجل ركب عندي، تمام؟ دي المشكلة اللي أنا كنت حابة أكلمكم فيها بالنسبة للسيراميك. أول حاجة بقى كده هنبدأ، عندنا هنا ده كده المطبخ عندي، ده كده من اليمين للشمال أنا بصور لكم. أنا كان نظام المطبخ في البيت كله كان النظام متغير. النظام عندهم في البيت كان الجزء ده هو اللي فيه المطبخ، السباكة بتاعت المطبخ، أنا عدلته وخليته كده في الجزء ده اللي هو المدخل علشان يوفر لي مساحة. يا رب تكون كده فاهمين انا قصدي على ايه، ليه؟ علشان اخد الدرفة دي كمان فوق، لو كنت عملت في الجزء ده ما كانش هيبقى في الدرفة بتاعت الخزين، بصوا الدرفتين ما كانوش هيبقوا موجودين. فطبعا انا استغلتهم وكمان استغليت مساحة للتلاجة.
التلاجة هبقى اكلمكم عنها في فيديو تاني. الاجهزة الكهربائية عامة علشان ما تاخدش وقت في الفيديو ده كتير، هبقى اعمل لكم فيديو بالاجهزة اللي انا جبتها. اول درفة كده خالص في المطبخ هنبدأ بيها، دي الدرفة بتاعت الخزين. تمام، هي طبعا نافعاني جدا ولما معايا كل حاجة. اي نعم عندي حاجات تانية يعني مش حطاها فيها، بس مش كتير. يعني فوق الدرفة بتاعت الخزين دي الجريلا، ودي اخي يعني الحاجة الوحيدة اللي انا حطاها اصلا في المطبخ. انا ما بحبش الحركة دي، بس ملهاش مكان عندي وانا بستخدمها كتير الصراحة. دي كده الدرفة بتاعت الخزين اهي، من اخر مرة انا كنت مرتباها معاكم في الفيديو بتاع العيد اللي هي تنظيفات العيد، انا محافظة عليها اهو، كل حاجة فيها تمام، المنظمات مسهلة علينا الاستخدام جدا، يعني ما فيش اي حاجة هتتبهدل معاكي. تاني درفة كده عندي هنا، دي كده ازاز انا حاطه فيها كاسات، وحاطه فيها طقم قهوه، وحاطه فيها كده طقمين تانيين، طقم شاي من جوه، وعليه كده الطقم اللي هو اللي بره ده، الثلاث قطع لوحده، طقم ميه. تمام، الجزء اللي تحت اهو كاسات، ودول الكاسين الكبار كنت عامله قبل كده معاكم كنافه فيهم، وده كده طقم القهوه عندي، وفوق دي كده كوبايات المية حطاها رصها بالشكل ده، ومن جوه كده في كوبايات شاي، مش عارفة هي باينة معاكم ولا لأ، والطقم اللي هو التلات قطع ده. دي كده الدرفة، أول درفة معانا، دي لأ تاني درفة. هنا بقى عندي حاطة طقم الستانلس فوق، هو مش كامل طبعا، هنا مش كامل يعني، أنا حاطة في جزء منه مستخدماه في الاكل، وباقي باقي حاجته يعني في ادراج تانية. وهنا الدرفة دي برضو حاطة فيها الطقم بتاع الجرانيت. تمام، عندي هنا بعد كده الدرفة بتاعت المطبقية اهي، رصها بالشكل ده عادي جدا، دول طقمين كوبايات. ودي بقى المجات بتاعتي اللي انا بستخدمها يعني يومين. وهنا ده المرحوم يعني اللي باقي منه طقم الثلاث كوبايات دول. باقي الطقم بتاع العشاء حطاه هنا اهو، دي المجات بتاعته، وده اللي هي البولة الكبيرة، وباقي المجات اهي، وكمان حاطه هنا طقم ميه، الطقم ده بقيت ورا في الدرفة. هنا ده طقم تلاجة بستخدمه برضو، وده طقم كده اللي هو خشاف بقيت ورا، وده طقم كوباية ميه اهو بقيت ورا، طقم كوباية عصير سوري، وده هنا برضو بتاع عصير. بعد كده الدلفة دي المفروض ان هي بترد على الدلفة دي، يعني دي ازاز ودي ازاز. ده الخلاط طبعا، ده كده هنا الخلاط بتاعي كان موجود، بس هو طبعا مش كام. هنا ده كده طقم عصير او مية، وده طقم الكاسات اللي ورا اللي هو احنا بننضف الكسر منه كاس، الله يرحمه. وهنا اخر درفة دي طبعا المفروض ان هي ليها استخدام، بس هي استخدامها ملغي معايا بسبب ان هي فيها السخان. انا بنزل لكم كده الحاجة اللي على الفرن عشان اعرف افتح لكم بقى. هي طبعا كده استخدامها ملغي معايا. بعد كده بقى انا برضو عايزة اكمل لكم الجولة من اليمين، ونبقى نرجع للحاجات دي تاني. بعد كده اهو من تحت حاطه التلاجة، بين التلاجة والرخامة في الجزء الفاضي ده طبعا انا مستغلية اسوأ استغلال، يعني مش عارفة احط فيه حاجات اكتر من كده ايه. بس هنا ده العلاقة دي حلوة جدا يا جماعة، بتاخد حاجات كتير يعني وشكلها حلو. انت طبعا تقدري تكتري يعني على كل هوك من دول حاجات اكتر من كده، بس انا قلت ايه علشان الشكل اصلا المطبخ صغير فما يبقاش باين مكركب. الجزء ده انا حاولت اجيب له اللي هو التربو، بس صراحة ما لقيتش تربو على مقاسه، فبدور في اماكن تانية يعني ان شاء الله الاقي له حاجة كده تلم معايا الدنيا دي. هنا انا حاطه
ده كده البوكس اللي بحط فيه المسحوق. دي هنا المنظم بتاع الرز والمكرونه ما لهمش مكان في الدرفه فوق، وهنا كده الزيت، وجوه خالص كده بحط المكانس، طبعا مش لاقيه لها مكان يعني فحطها هنا. دي هنا عندي حاطه هنا كده في الجزء ده الغساله. بعد الغساله حاطه وحده الادراج دي، وطبعا نفعني جدا لما حاجات كتير قوي. ده المنظم بتاع الشوك والمعالق، ودي المعالق السيليكون والمقاس، وهي اخدة حاجات كتير الصراحه. طبعا بالمنظمات بتقدري تظبطي الدنيا. عصرت الليمون، الاشكال دي، المخرطه برضو، الاسباتولات، الحاجات دي كلها، تشيلينها، المضرب، الحاجات بتاعت العسل دي كلها برضو. ايه يعني بتبقى رفايع كده، ف لقينا لها مكان. دي هنا الاكياس اللي انا بحط فيها حاجات في الفريزر، وعندي هنا دي بتاع التلج، الاشكال دي حلوه قوي برضو، هبقى املاها واستخدمها علشان الصيف وكده. ودي هنا بتاعه الكاتشب والمايونيز، وتحت هنا الاكياس الحراري، وده السيليكون بتاع الكب كيك. في كده وحده الادراج اهي. معلش هو طبعا الحاجه طالعه كبيره في الصوره، بس علشان هو المطبخ يعني صغير شوية، فانا مش عارفة ابعد عن كده، فهي باينة كبيرة في الصورة. تمام، دي مساحة المطبخ اهو. بعد كده الدرفة دي انا حاطة هنا الباسكت ده بتاع الزبالة، وبعد كده حاطة هنا المنظفات اللي جوه دي بتاعة الفرن والبوتاجاز وبتاعة الدهون، وحاطة تحت هنا الرخام الفلتر، وهنا معطر، والمسحوق بتاع الغسيل. نيجي بقى هنا، حط الباسكت ده كده من بره. ده الباسكت الصغير ده يا جماعه تحفه جدا، يعني لا غنى عنه، بيلم اي حاجه طول النهار، بتبقى طبعا من استخدامك في الاكل على الخامه، الكلام ده كله هو حلو جدا. بصوا بقى الضلفه دي حبيبتي حبيبتي حبيبتي. انا هحط لكم صوره الدرفه دي قبل ما ارتبها كده، يعني انا طبعا كل فين وفين كده، يعني كل فتره بعمل لها طبعا لازم ترويقه حلوه كده، علشان هي بتبقى كلها على بعضها. انتوا متخيلين الحاجات اللي جوه بعضها دي كلها لما بتطلع بقى كده على بعض ما بتعرفيش تجيبي حاجه منها. الصواني دي هنا كده كانت عندي على الرخامه، فانا شلتها، ودي برده صواني ورا، ده طقم على بعض، وفي ورا واحده ستانلس، هي علشان الاضاءه مش عاليه هنا، فمش عارفه الحاجه باينه كويس ولا لا. هنا دي كده المنظم بتاع البيض، بعديه تحتيه كده الترمس بتاع الشاي، وهنا الهاند بلندر يا جماعه، وبعد كده عندي المبشره، وده الطقم اللي هو كان على الرخامه، انا شلته صراحه يعني عشان الرخامه تخف شويه من الحاجات اللي عليها. طبعا هي مش ده اللي بس اللي كان على الرخامه، بس في حاجات شلتها تحت يعني تحت السرير، وفي حاجات حطيتها برده في الركنه كده، عندي جزء فيها بيتفتح، فحطيت برضو في حاجات من على الرخامه حطيتها فيه علشان ايه اخف الشكل شويه. عندي بقى هنا كده حطيت الحاجات الكبيره اللي هي الكرونات الكبيره خالص، اللي مش بستخدمها على طول يعني باستمرار. طبعا هي الدرفه دي عميقه جدا، فانا مش عارفه هعرف اصورها كده من جوه ولا لا. الاضاءه. طيب ده كده منظم بحط فيه العلب الفاضيه، علشان لما احتاج علبه اخدها مني، سهل عليا جدا. ودي هنا البلاستيكات اللي بستخدمها يعني يوميا، اللي هي فيها استخدام من ساعه لما باجي الاكل. وتحت هنا حاطه البريان بتاع الرز، فوق هنا كل المصافي، و يعني او كل المصافي. دي الحافظه بتاعت الكيك عندي، وجوه هنا برضو البتاع بتاعت التسالي دي، واللي جوه دي الحافظه بتاعت العيش او العيشه. ودي الاطباق كده، يعني هي واخده حاجات كتير جدا. طبعا انا مش عارفه اجيبها لكم بالتفصيل علشان التصوير، الاضاءه هنا وحشه جدا في الجزء ده. تمام خلاص، هنقفل الدرفه دي كده. بصوا بقى الجزء ده مهم جدا هتكلم عنه. لو انت مطبخك زي مطبخي كده ضيق، وعايزه تستفادي من المساحه بتاعته يعني لاقصى حد، هتعملي ايه؟ اول حاجه قدامك حل من الحلين،
يا اما هتجيبي بوتاجاز عادي طبعا، والجزء ده مش هيكون عندك ليه مكان في المطبخ، اللي هو الوحدة دي انا طبعا مستفادة منها زي ما انتوا شايفين، هي عميقة جدا لجوه، حاطة فيها الطقم البايركس، وحاطة فيها كمان الطواجن البورسلين، وحاطة برضو فيها ده طقم كده، طقم برضو زي البايركس كده، والمنخل جوه اهو. وهنا كل الصواني اللي عندي انا حطاها هنا، تمام. ده طقم 3 جوه بعض، اللي هو اللبني ده والتوستين، واللي هو القالب بتاع الكيك، يعني كل الصواني اللي عندي حطها في الدرفة دي، فطبعا لما حاجات كتير، تمام. وبعديها حاطة الدرب اللي كنت بقولهولك، الحل اللي هو من الاتنين، يا اما هتحطي بوتاجاز عادي بفرن، وطبعا مش هتستفادي بالجزء ده اللي هو الوحدة دي والتربو ده، مش هتبقي مستفادة منه، يا اما هتعملي زي اللي هو هتجيبي البوتاجاز البلت ان ده نوع فريش، والفرن هتجيبيه كده فرن لوحده. بس طبعا في ميزة وفي عيب. الميزة ان انا مستخدمة تحت المساحة دي عندي، فعارفة احط التربو بتاعي او حاطه فيه حاجات، بصل وبطاطس، وحاطه فيه توم هنا، وتحت هنا حاطه ده طقم فوط زيادة للمطبخ، وحاجات طبعا للمطبخ يعني كلها، اكياس زبالة اللي هي الشياطة، حاجات ليها علاقة يعني ايه بالمطبخ كده، مش لاقيه لها مكان، فحطها في الدرج ده، تمام. كنت بقول يعني هتستفادي كده زي الجزء ده، وتجيبي الفرن يبقى خارجي على جنب، ده نوع تورنيدو هكلمكم عنه برضو. بس هي زي ما انا قلتلك ميزه وعيب. الميزه ان انت طبعا بتوفري مساحه بتاعه الفرن تحت، بتستغليها بقى، بتعمليها درفه مفتوحه على بعض، تعمليها جزئين زي كده، بتقدري تستخدميها اي استخدام انت عايزاه. من الاخر العيب طبعا ان انت لو عندك عزومه او مثلا بتعملي كذا اكله في الفرن والكلام ده، ما بتعرفيش تعملي ده، بتستني بقى تطلعي الحاجه وتشغلي الفرن، والفرن يسويها على مهله خالص، لان ده فرن كهربا زي ما انتوا شايفين، مش بلت ان ولا حاجه، فطبعا استخدامه غير الفرن العادي. فانت بتفقدي ميزه ان انت بيبقى عندك فرن عادي، مقابل ان انت طبعا بتوفري مساحه تحت البوتاجاز. ده كده بالنسبه للجزء بتاع البلت ان اللي انا كنت عايزه اكلمكم عنه. بصي، هو لو انت عايزه رايي طبعا، لا غنى عن الفرن، يعني لو تعرفي بقى تحطي تربو في مكان تاني بره المطبخ اصلا، والدرفه دي تعرفي توزعي الحاجات اللي عندك فيها في المطبخ، اوكي اعملي كده براحتك. لو مش هتعرفي يبقى اعملي زي بس طبعا انا ما ينفعش اطلع التربو بره المطبخ، وكمان الحاجه اللي في الدرفه دي ما عنديش مكان ليها، انا كمان في حاجه تحطها تحت السرير وكده، ويعني ده مش صح، ما انصحكيش بكده خالص، تمام. بعد كده ده الشفاط عندي فوق اهو، وده الشباك، وهنا الجزء ده كده حاطه فيه دي علقه كده حاطه فيه، ده طقم تصاط ناقص تصاط فوق، وده كده لبنات، وهنا حاطه اسمها ايه، ما علينا. وهنا دي كمان زيها اختها اهي، عادي يا جماعه بننسى كلنا. الرخامه بقى هنا حاطه عليها الطقم ده كده بتاع الشاي والقهوه. بعد كده هنا طقم الكنب، هو الفيديو الاولاني فصل، بس انا طبعا يعني ده كده بكمل، انا مش عارفه هو فصل لحد فين. ده كده عندي هنا الطقم بتاع المجات، وحاطه فوق هنا علاقة الكاسات. ده كده هنا عندي البويلر او الكاتل، بعدين عندي هنا الطقم بتاع الكنك، ودي كده كوسترات على الرخامة طبعا عشان الحاجات السخنة بتحافظ على الرخامة. هنا بقى عندي حاطه على الحوض يعني ذات نفسه، حاطه اللي هي اللهلوبه دي، وبعد كده ده البخاخ بتاع الكروت البريل بتاعي، وبعد كده حاطه القطعتين، واحده للخضار وواحده للحمه. بعد كده ده الهاند جيل طبعا، بعد ما بخلص غسيل مواعين وكده بغسل ايدي بقى عشان تبقى يعني ريحتها كويسه، وما اضطرش ان انا ادخل الحمام وكده. بعد كده هنا حاطه عندي هنا الصفايه بتاعه المعالق والشوك. هنا ده كده الجزء بتاع التوابل. بصي بقى، لو انت عروسه بتجهزي، تمام. ده طقم التوابل بتاع الكيا، هو بيبقى 4 قطع ومن غير استنت، انا عندي قطع منهم مكسوره من غير استنت،
فانتي لازم تجيبي الستاند بتاعه علشان ما يفضلش كده عندك على الرخامه. انا كنت مفكره ان انا هلاقي له مكان يعني، فلا ما لقيتلوش مكان، فهو عندي كده على الرخامه طبعا معرض ان هو يتكسر في اي وقت. تمام. فوق بقى هنا كده عندي برضو علاقة دي زي اللي في الناحية التانية، حاطة برضو عليها حاجات اهي زي ما انتوا شايفين كده. المصافي بقى السلك الصغيرة دي، الكنك بتاع القهوة، مقص، يعني حاجات برضو كده رفايع. تمام. هنا بقى ده كده الفرن، حاطة في الجزء ده اهو جنب البوتاجاز يعني على طول. وفوق الفرن حاطة طقم التوابل الأبيض ده، ومن جوه كده حاطة البراد، وهنا ده طقم السكاكين بالتوزيع، واللي ورا ده طقم التوزيع السيليكون. بس كده يعني، مفيش كده حاجة في المطبخ تانية نتكلم فيها. بالنسبة للإضاءة بقى، على برضه هوريكم الإضاءة بتاعة المطبخ. دي كده اللي هي الكشافات الكبيرة، دي السبوتات، بعد كده ده اللي هو الليد بورو. تمام. بس كده دي الجولة، يا رب تكون عجبتكم وقدرتوا تستفيدوا بأي حاجة من الفيديو ده. يعني لو المطبخ بتاعك صغير هتلاقي له افكار ان شاء الله، وتقدري تطلعي من الفيديو ده بافكار كتير. بس اهم حاجة فكري صح واحسبي اي حاجة قبل ما تعمليها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلاص ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. اشوفكم على خير. مع السلامة.